والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. حروفي تنبيه يعني مكو ملا حرف يكمان هي بور يا كردنا ولا سر جملة دا عن رين تعالى حروفي تنبيه ها مثلا ها إن عمران بالبابي يعني أعجابها عمر لدرياية وأكثر دخولها على أسماء الإشارة والله ما إلي زوريني داخل بني على أسماء الإشارة والله ما إلي وكو هذا وها أنا وها أنت وأمانة وأما وألا وأنجا مخففتان وكو أما أن أما إنك خارج وألا إن زيد قائم. أقول سميت هذه الحروف حروف التنبيه يعني أم حرفان بيان وتراو حروف تنبيه لأن الغرض من الإتيان بها شنما بزل هنا لأمانة أول الكلام لأول كلامه التنبيه المخاطب أو إياك مخاطبك ورياك إنه على الإصغاء بوئي بقري إلى ما قاله المتكلم بوئي متكلم لأن لا يفوت غرضه بوئي ما بستكين فوتي وإنما كثر دخولها على أسماء الإشارة والله ما إلي بوئي زول داخل سلسل إشارة والله ميرا به لضعف دلالتها على مدلولها لبروه شنك ضعفها لدلالة كذين لسال مطلوبي خوي جاء أندري بوانو بهوي أنو تقوية بياك أو يا خدي اسم المشاركة ضعيفا بهاكا هاكا كلمة كومكي أوان أو حروف النداء حروف النداء أمانة يايو أيايو هيايو أو سياني للبعيدي وأيو الهمزة للقريب أو دوانش بو قريبا وواج للمندوبي يعني منادي مندوبي كبانغي لسرها الأدريان أقول المراد بالبعيد هو البعيد حقيقة أو المنزل بمنزلته منزل من البعيد هر بعيد واقع راستقينيه يا أويك لجي بعيد دان راوة كالنائم والصاهي وكو كسي خوتو كسي كأغيل خوينوه كأنما وقدور حسابيك وإنما اختصت الثلاثة بالبعيد ويا أوسيان دان رابو بعيد يعني يا ويا وهيا لأن المنادى البعيد شما دي بعيد أو المنزل بمنزلتي يا أويك وقمنا داي بعيد شاوي الأكراوة يحتاج إلى تصويت أبلغ مما يحتاج إلى القريب يحتاج بدن دريش كرنويق هيا كبليغتر بيالويكا قريبك يحتاجي هيا ولا والتصويت في هذه الثلاثي داي تصويت لمسيانة دا أبلغو منه بليغتر لتصويت في الآخرين اللواني تبدا في الآخرين آخرتين يشكو أمانة أمين توشي آخرة آخرين يعني دوانا كيتر حربي لو دوان بشا خد دوان أري دوان ما نميني همزة كو شن واي حساو نكرو وابو أو هنكيا وابو الندبية وخصت أي والهمزة للقريب وقريبا كمان بين يديك وكسل بردم تابع لأن الرفع الصوتي في ندائه لا يكون مطلوبا شن كبار سكرنا ويدن لندايا مطلوبني وهما خاليتان عن رفع صوتي يعني أدوان الرفع صوتي تانية داي وبعض يثلث القسمة بعض قسمتك كان بسينه فيقول يا أعم الحروف آلية بوقش عام ويستعمل للبعيد والقريب بعيد وقريب كاردي وأيا وهيا للبعيد أدوان أبو بعيد وأي والهمزة للقريب ووالي المندوب خاصة مو مندوب خاصة وقد تقدم معنى المنصوب من معنى المنصوب أنه برخندوها مندوب مندوب وإنما ذكر المصنف و بويا مصنف وايزك كلوا في حروف النداء الحروف النداء لاشتراكهما في إفادة تخصيصي باشا لوريك مفيد تخصيص بن ولهذا ذكر المندوب في باب المنادى هلا بلويا كمندوب لباب المنادى مش هزيك كلاوة خلي ويش أما وتي شيء من اللي وإنما ذكر المصنف وا يعني مصنف وشي واي ذكر كردوا وا أوا لزبري حروف نداء على آخر اشتراكهما لبر شركاتي أو وايو حرف نداء كان لإفادة تخصيصا مشتيا أوا حرفي ولهذا ذكر المندوب هل لبر ويا كمندوب ذكر كرياها لكوها لباب منادى لبر أو مناسبية حروف تصديق حروف تصديق يعني سلماندن مثلا حروف تصديقي نعم لتصديق الكلام المثبتي والمنفي في الخبر والاستفهام هم بو تصديقي كلام مثبت منيشة منفيشة لخبر ولا استفهام كقولك لمن قال قام زيد أو لم يقم تؤجي نعم برواية وكذلك إذا قال أقام زيد وألم يقم أجي نعم أقول سميت هذه الحروف حروف التصديق لأن المتكلم بها
يصدق المخبرات يعني متكلم بو حرف عن بو بالي وانا تصديقي مخبرك كا فيما اخبره لك بخبر دابت وتسمى حروف الايجابي او حروف ايجابي يعني حرفاي كان ك ترفك واجب واجبك ان ترفك حروف ايجاب ايجابي يعني مثبت كان اه قال وبلا تختص بالمنفي بلاش بلان بو منفي أبي خبرنا وش خبر بشيء استفهامي اقول مثال هو يقال ما قام زيد او الم يقم او بيج ما كما ما قام زيد او لم يقم اي بالواي يا ما قام زيد بيج يا لم يقم بيج كذا كبيج فيقال بلا با اي بلا قد قام زيد يعني بحقد يساو واجل ايش معناه اجل جيري تختصان بالخبر نفي واثباته هل وجه ملي خبريه بنجا لتشله نفي تشله اثباته مثال ويقال او جناب وين هنا ومثال الاستفهام قوله تعالى ألست بربي قالوا بلى نعم بلى بلى تشي ألست بربكم قالوا بلى اي بلى انت ربنا اها على سجاب نفيك بلى هاتوا هنا لو قيل نعم لكان كفرا كان معناه لست بربنا شنو هاي الرواية؟ مثلا ألست بربكم؟ أقر وتبلاني با يعني باتو بروتغاري ولا قبيش نعم يعني بلى بروتغاري أمانيت نعوذ بالله. معناه آه. قال وأجل وجيري تختصان بالخبر نفير وإثبات. أمدو أنا تايبت بخبر يعني فقط بو خبر بكلام. مثاله يقال ما قام زيد أو بو خبر نفير. يا قام زيد فيقال أجل. أجل جيري يعني بلاش. وإيش معناه إي؟ مختصة بالقسم وقسم به إي والله بلى واي إيه أقول مع معناه أن إي لا تستعمل إلا مع القسم إي فقال قسم قال قسم قال مثل أن يقال أقام زيد فيقال إي والله حروف استثناء حروف الاستثناء إلا وحاشا وخلا وعدا يعني ونش بحرفنا ولكن بحرفيش بكار دبرين أقول قد تقدم بيان ذلك فإن قيل كيف جعل هذه الحروف مرة من حروف الله فهو أخرى صنفا من رأسها صنف كيس قلت ذلك لتعدد الاعتبارين فيها باش شنك اعتبارك متعدد ولا هردك أنا هذه أي لاختلاف الاعتبارين فباعتبار أنها من الحروف التي تجر الإسماء جعلت من حروف الإضافة هذه حروف إضافة وباعتبار أنها تستعمل للإخراج جعلت صنفا برأسها أي جعلت حروف أي جعلت حروف الاستثناء حروف حرف حرف الاستثناء يكره أبوي جاء ويا أبوي كان يرى كيف جعل هذه الحروف مرة من حروف الإضافة وأخرى صنفا برأسها قلت ذلك برحال أكره لتعدد الاعتبارين فيها أو اعتبار بشوي تعدد السكوي لها دكانا حرف الخطاب يعني دو حرف كبو خطابة حرف الخطاب الكاف والتاء وأدوانه في ذاك وأنت ويلحقهما التثنية والجمع والتذكير والتأنيث كما يلحق الضمائر وكو لاحق من ضمائر كان يعني قد عرفت ذلك في أسماء الإشارة والمرمرات تازينا شنو سري تارى باب أسماء شكرا